السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة أم سندس، واليوم جيتكم بوصفة جديدة على غالي الدغوة أو فطيرة الملوك اللي غادي نصوبها بالكريم تاع فرانجيبان، وغادي نشارك معكم الوصفة إن شاء الله والطريقة تاع التحضير. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب تاعكم وفرجة ممتعة. ودابا غادي نخليكم مع المقادير تاع الحشو. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 80 غرام تاع السكر و 80 غرام تاع الكريم باتيسيير، وهنايا عندي 120 غرام تاع اللوز مطحون، تقدرو ديروه بقشورو، انا شريتو جاهز يدا مطحون كما كتشوفو. وهنايا خديت جوج بيضات، وكنحتاجو جوج معالق كبار تاع الزبدة 80 غرام. بالنسبة للزبدة تكون بحرارة المطبخ. ودابا غادي ندوز معكم باش نخلط المكونات مع بعضياتهم. ودابا غادي ندوز باش نطرب كلشي مع بعضياتهم. بالنسبه للطراب ماشي ضروري، تقدروا ديروه غير بالطراب اليدوي. من بعد ما طربت البيض مع الزبده والسكر، غادي نزيد اللوز مطحون كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلط المكونات مزيان. ومن بعد غادي نزيد الكريم باتيسيير باش تشكل لينا الكريمه تاع كريم فرانجيبان. وصافي دابا غادي نزيد كريم باتيسيير وغادي نطرب كلشي، وهي الكريمه تاعنا واجده. ودابا غادي ندوز معكم باش نوريكم الطريقه ان شاء الله. ودابا غادي ندوز معكم لطريقه التحضير. هنايا لاباط فيت يلا خرجتها من الفريغو من قبيله تكون طلقات حيت كانت في المجمد. وهنايا كريم تاع فرانجيبان اللي شاركت معكم كما كتشوفوا. ودابا غادي نسرح لاباط فيتي وغادي تشوفوا معايا الطريقه. غادي نحاول نسرح لاباط فيتي باش نقسمها.
ودابا من بعد ما سرحت لاباط فويتي دابا غادي ندوز ناخذ هاد السيركل باش ندير الدائره كما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي ناخذ السيركل الاخر اللي كبير عليه شويه غير شويه باش نغطي به لاباط من الفوق فاش ندير الحشو. وهنايا كناخد الطبقه الاولى كما كتشوفوا معايا غادي نديرها في هاد الطاوله اللي درت ليها البابي كويسون كما كتشوفوا معايا وكنحاول باش نصوبها. ومن بعد غادي ندوز باش ندير فيها الحشو. وهنايا غادي ندير اللوز غادي نديرو من في هاد الحشو نيت لي درت تاع لاكاليت باش زعما اللي يلقاها كيتسمى بلا هو لغوا. وهنايا من بعد ما زدت الطبقه الثانيه كما كتشوفوا معايا كنحاول باش نسدها من الجناب باش ما يخرجش ليا الحشو وغير بشويه كما كتشوفوا معايا ضروري تبركو من الجناب باش يتسدو مزيان. ودابا غادي ندوز باش ندهنها باصفر البيض. ودابا غادي ندوز بالتزيين تاعها بالسكين كما كتشوفوا ضروري تقبوا ليها الوسط مزيان باش تنفس. وهنايا كندوز باش ندير لها الديكور. بالنسبه لها الديكور كل واحد على حسب الرغبه كيصاوب داكشي اللي بغا. من بعد ما ساليت كنبرك على الجناب كما كتشوفوا بالموس. انتما الفيديو غادي يشرح لكم اكثر. ودابا من بعد ما ساليت غادي نديرها الطيب ونرجع لكم من بعد ما الطيب ان شاء الله. هيا لاكاليت من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا دابا غادي نخليها تبرد وغادي ندوز باش نقطعها معكم تشوفوا كي جات من الداخل. ودابا هي لاكاليت من بعد ما خرجتها من الفران كتجي منفوخه وزوينه. انا تخسر ليا الديكور حيت نفخات ليا بزاف. خصكم تقبوا الوسط مزيان باش تنفس باش ما تنفخش ليكم بزاف ويخسر ليكم الديكور. مهم معليش المهم هو كي كتجي من الداخل رائعه وبنينه وكنتمنى انكم تجربوها. ودابا غادي تشوفوا بعينيكم كي كتجي معلكه من الداخل ورائعه ملي كتزيدوها ليها نيت الكريم تاع فرانجيبان كتجي زوينه وبنينه حسن.
وكنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي كومونتير ولي جيم، وما تنساوش التشجيعات تاعكم باللي لايك ولي كومونتير والبارطاج تاع لا فيديو مع صحابكم وعائلتكم. وبسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.